مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من الأردن الحبيب، لنستكمل معكم فعالياتنا واحتفائنا واحتفالنا بمهرجان جرش. لنعلي صوت النشيد وصوت الغنى وصوت الأمل وصوت الثقافة والأصوات الجميلة من كل الوطن العربي من الأردن. يا أحمد، بالتأكيد يا ياسمين، نحن اليوم نحتفي في جرش لإطلاق صوت الإنسان، صوت الحياة، الممارسة والاستمرار في تقديم الثقافات والفنون والإبداع من هذا المسرح العتيق الذي له رمزية عند جميع البلدان العربية. صوت الحياة مستمر بعطاء من خلال مهرجان جرش. أنا هاخد من نفس كلام ياسمين وأحمد وأقول إن يعني زي ما كنا بنغني مع النجم الكينج محمد منير، علي صوتك بالغنى. الغنى يعني الغنى ثقافة، والثقافة فنون مليانة بحاجات كتير جدا، فولكلور، موروث، ثقافة حوار، ثقافة شعر، ثقافة كلمة. الكلمة نفسها هي في حد ذاتها جرس موسيقي. ونحن هنا في جرش، جرش المواسم، جرش الغنى، جرش الفن، أيا كان هو إيه، إنما نحن هنا نغني بالثقافة. نعم صحيح يا شافكي، وأكيد يعني ومن ظلال جرش نواصل البوح الصادق ونعلي كلمة البقاء على قيد الأمل. نحن نتحدث عن الأمل، نحن نتحدث عن البهجة والفرح، ويحق لنا أيضا أن نتباهى بما لدينا من فنون ومن مواهب ومن أيضا تقاليد وأعراف يمكن نقدر نعكسها بهذه المهرجانات اللي بتعكس ثقافة شعب وفن وأيضا وطن كامل. أهب. يعني اليوم نقدر نحكي أنه جرش بيت للكل، بيت للكل بأنها بتجمع اليوم 20 دولة عربية بثقافاتها، بفنها، بأدبها، وأيضا بيت للكل ثقافة والفن والأدب بدورتها 36. ويعني الدول العربية كلها منورة جرش ومنورة من جرش. يا أحمد، بعد هذا الكلام الجميل اللي تحدثنا به عن جرش وهذه الفعاليات المهمة، يجب أن ندخل في عمق جرش، في أحداثها، في ترتيباتها، في تهيئة الأمور والأحداث. نتحدث من خلال ضيفنا العزيز والكريم في برنامج بيت الكل، هذا البرنامج العربي الذي يوحد الخطاب العربي بثقافاته، بفنونه، بإبداعه، وهو السيد مازن قعوار، المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون. أهلا بكم، نورنا في بيت للكل. أهلا وسهلا فيكم في الأردن، وأهلا وسهلا فيكم في بيت كل العرب. شكرا. طيب سيد مازن، يعني عندما نتحدث عن جرش، جرش ليس مهرجان للغناء فقط، ولكنه مهرجان ثقافي. نعم. فيه كل أنواع الفنون والثقافة، فحدثنا عن ثقافة هذا العام. أشكرك سيدتي على هذا السؤال، لأن الطابع العام دائما أن المهرجان هو فقط للغناء. إحنا مهرجان جرش للثقافة والفنون، وهذا العام وجهنا كثير برنامج قوي ثقافي. راح يكون هناك سيمبوزيوم، راح يكون وجود لفنانين تشكيليين، راح يكون في مؤتمرات ثقافية تشارك فيها أكثر من 15 شاعر وشاعرة عرب، أكثر من 40 شاعر أردني. سيكون هنالك جائزة للشعر، سيكون هناك جائزة للقصة، ويكون هناك فعاليات ثقافية على امتداد عدة مدن أردنية. مثلا في عمان سيكون هناك كثير من الفعاليات الثقافية في المركز الثقافي الأردني، في أمانة عمان الكبرى، في جرش، في مادبة، بالفحيص، في إربد. نعم، يعني أستاذي، نحن نتحدث عن مشاركة محلية أيضا، وهو المطلوب. يعني مهرجان جرش هو صحيح لكل محافظات المملكة، ولكن أيضا أهالي جرش جزء من هذا المهرجان، جزء لا يتجزأ. أكيد. وعكس هذه الثقافة مطلوب منا لكل الوطن العربي. كيف ترى جرش هذه السنة وسط هذا التحضير الذي ذكرته، وسط هذا الزخم من الفعاليات التي ستقام؟ المجتمع المحلي في جرش هو جزء لا يتجزأ من مهرجان جرش على مدى العقود، ودائما المجتمع المحلي وأهالي منطقة جرش هم شركاء للمهرجان. هناك فعاليات عديدة يكون فيها أهل جرش موجودين في كل الأصعدة، على سبيل المثال للحصر، المنتجات المحلية، المنتجات المنزلية، التحف، المنسوجات، المواد الأكل البيتية. فالمهرجان شريك
فاعل مع المجتمع المحلي في جرش. أكيد أستاذ مازن، يعني لما نتحدث عن مهرجان جرش نتحدث عن هذا المهرجان الضخم الذي يعني يشارك فيه الوطن العربي تقريبا، نتحدث عن مشاركات متنوعة، ما فائدة هذا التنوع في الوطن العربي برأيك؟ التنوع مطلوب والمشاركة مطلوبة، هنالك اتفاقيات ثقافية عديدة ما بين الأردن وعدة دول عربية وأجنبية، التشاركية وإحضار الدول الأخرى بمشاركة هي فرصة للأردنيين وللضيوف والزوار يشوفوا الثقافات الأخرى من الدول العربية، وكذلك الأردن يشارك في عدة مهرجانات وفعاليات ثقافية لنقل صورة الأردن الحضارية والثقافية إلى العالم أجمع. أستاذ مازن، هذا الحديث الجميل الذي يتحدث عن تنوع الثقافات والفنون هو مسج مهم آخر إلى جميع المتابعين لمهرجان جرش. يعتقد البعض بأن هو فقط غنائي، عدم مشاركة مطرب من بلد معين كأنما البلد لم يشارك. لدينا مشاركات ثقافية مثل ما حضرتك ذكرت، يجب أن نؤكد على هذه القضية بأن هناك مشاركات ثقافية شعرية غيرها، كيف نتحدث عن الموضوع؟ سينمائية كما تفضلت يا سيدي. هذا المهرجان هو عدة مهرجانات في مهرجان واحد، هناك مشاركات من عدة دول، التنوع موجود على كافة الأصعدة. لما منقول مهرجان ثقافي فني، هنالك السينما، هناك مسرح الأطفال، هناك شارع الأعمدة الممتد عليه فعاليات لكافة أفراد العائلة، هناك الساحة الرئيسية عليها عدة فعاليات من الدول والفرق المشاركة. هذه فرصة للدول الأخرى أنها تعرض ثقافاتها أيضا في الأردن حتى إحنا برضو نطلع على ثقافات الدول الأخرى. سؤالي لحضرتك، يعني أحيانا ونحن نقدم أي مهرجان بيكون عندنا أمال وتطلعات، وأي مهرجان بيبقى نفسه يعمل كل الأشياء ونفسه يستضيف كل الدول العربية ويجيب كل النجوم، بيبقى أمال كبيرة. إيه الأشياء اللي كنتوا تتمنوا إنها تبقى موجودة كمان ولم يتسع الوقت مثلا، أو لم تكن هناك فرصة، أو مواعيد مثلا لم يعني تكون مناسبة يعني لحضور البعض؟ أن نكون على حسن ظن المشاركين والجمهور، فخصوصا هذا العام ارتأينا أن نوسع المشاركة الأردنية وأن يكون هناك اشتراكات من عدة جهات، المسرح، السينما، الأطفال، الكثيرين، وياريت المكان بوسع أكثر، خلينا نحكيها في اللغة العامية، لكن كما ترون المكان أثري وله طابع خاص، يعني زي ما أنتم شايفين الأمور اللوجستية مش سهلة، فهذا الناس خلينا نقولها باللغتنا الأردنية كثير بيعتقدوا أنه هذا المهرجان هو بس تجهيزه بيأخذ فترة قصيرة، لا، المكان له خصوصيته، هذا موقع أثري مهم بيأخذ أشهر في التحضير وأشهر في إزالة ما يصير بعد المهرجان. نعم، يعني أستاذي، لا شك هذه المعاملة الخاصة لهذا المكان وهذا الإرث التاريخي وعكس ثقافة وطننا الغالي وعكس ثقافات أيضا كافة شعوب الوطن العربي، هذه جهود مباركة إحنا نشكركم عليها ويعطيكم ألف عافية. وأكيد يعني المدير التنفيذي لمهرجان جرش الثقافة والفنون السيد مازن قعوار، بدي أشكرك على وجودك معنا اليوم. شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم دائما. نورتنا. نورتنا. شكرا. نورتنا. مشاهدينا مكملين معكم من مهرجان جرش، وفي هاي الحلقة من بيت للكل اللي بننقلكم فيها الاحتفالات وكل معاني المهرجان. هاي الفقرة رح تكون غير لأنها رح تكون مع صوتين حالمين عادوا لنا جميعا الشغف بموروثنا الثقافي والموسيقي وفكرنا العربي الأصيل من خلال الكلمة المتجذرة في وعينا واللحن اللي بعبر عن مكنونات الروح. معانا ومعاكم الفنانة ميس حرب وكمان الفنان المصري وائل الفشني، تشرفنا واهلا وسهلا فيكم في هاي الحلقة. شكرا. يعني صوتين أصيلين ومميزين. شكرا. نورتونا. نور أبو شكرا. بعد الكلام اللي ذكرته ياسمين عن أصواتكم المهمة، نبدأ السيدات أولا دائما، نتحدث عن هذه المشاركة الأولى في مهرجان جرش، كيف كان الانطباع وكيف كان الدخول لهذا المهرجان الكبير؟
صحيح، هي أول مشاركة بمهرجان جرش. هذا المهرجان العريق اللي له تاريخ مهم، واللي أنا من زمان أكيد كنت بتمنى وإني غني بهذا المسرح. إجت المشاركة كافتتاح، كمان زادت للقيمة تبع المشاركة قيمة أكبر، واللي كمان عطى أكثر خصوصية للمشاركة بالنسبة لي هي أني كنت ضيفي على فرقة رم مع الأستاذ طارق الناصر، اللي أنا شخصياً كثير بحبه ومن زمان وتمني ألتقي فيه، وبعرف أنه رح ألتقي فيه، بس ما توقعت أنه أول لقاء لي يكون معه بجرش. بالإضافة لهيك الأساتذة اللي تشاركت معه المسرح، وائل فشني والأساتذة الثانيين اللي أسعدوني شخصياً وفناً، يعني كانوا كثير رائعين واللقاء جميل جدا. هل كان في اغاني مشتركه؟ انا ووائل غنينا اغنيه مشتركه اللي هي محلى الفسحه يا عين، معروف بمعروفه بسوريا عنا جدا، وتشاركنا المسرح بهي الاغنيه، وهو غنى اغنيات ثانيه وانا غنيت اغنيه. طيب هنا بقى اهلا يا وائل. ازي حضرتك؟ انت منور يا وائل، وانا حسين كنت سعيده جدا جدا بوجودك هنا. الله يخليك. يعني خليني اقول كده، يعني انا ما كنتش لسه عارفه ومتاكده من وجود الفنان يعني صوت مصري الجميل وائل الفشني، لان وائل مميز، له لون كده خاص روحاني وجميل. فوجودك في الافتتاح يعني شرف لينا. الله يخليك يا استاذ. احساسك ايه بقى انت موجود على مهرجان جرش؟ دي اول مره تكون موجود في جرش. انا عارفه كنت موجود في الاردن قبل كده، بس اول مره في جرش. اول مره جرش. وطبعا مايسترو زي طارق الناصر ومجموعه وصوت جميل زي مايسترو. فكلمني عن التكريم ده واحساسك. والله انت قلتي كلمه حلوه يا استاذه التكريم. طبعا انا اشكر حضرتك جدا على كلام كبير جدا، ان الاستاذه شفقة المنيري تقول ده عني، فدي شهاده اعتز بيها. عشان هطلب حاجه بعد شويه. اللي انت عايزه. لا والله، وانا بحب طارق الناصر جدا. استاذ طارق الناصر الراجل ده احنا اتعاوننا مع بعض في مسلسل طايا، استاذ عمرو يوسف والاستاذ عمرو عبد الجليل، وكان في نجوم من الاردن معانا برضو في نفس العمل، منهم طارق الناصر اللي عمل مزيكا. ما كناش نعرف بعض يعني، فانا حبيته جدا، لان انا حبيت الراجل ده بياخد التراث البدوي او اي تراث بيعمل منه حاجه تانية خالص، ويعمل هارموني، فبيعمل صح توليفه كده غريبه وما بيعملش طعم طارق الناصر يعني. فعملنا مع بعض طايع، يمكن حضرتك اكيد سمعتيه، خسرت الحر وكنت فين يا وعد وماشي وشايف كتاف حلم كانت الحانه. ف انا بعدها على طول قلت ده لازم نكون بنشتغل مع بعض مدى الحياه يعني، لاني انا نفس الروح بتاعتي. نفس الروح بتاعتي. لا وكمان يا استاذه، هو الراجل بياخد، هو قدر يحل كده معادله معينه، المعادله دي بانه ازاي ياخد البدوي والتراث ويعمل منه حاجه جديده، فاحنا نقدر نسمعها. صحيح. او نقدر نغنيها او نقدر الناس ترقص عليها ونرجع نعيد الموضوع تجديد. لان الموضوع ده معادله بيوديها الى الحداثه حتى اللي احنا عايشين فيها، ودي معادله زي المعادله بتاعت المساله الحسابيه كده بالظبط صدقيني. بس طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو مديله نفحه في الحكايه دي بصراحه يعني، فهو عنده المعادله المظبوطه للحته دي. فهنا كان انه قال لك تعالى جرش. لا ابتدينا بقى، هو زي ما انا قلت كده، هو قال وائل ده صوت بتاعي يعني. فلما بيكلمني والله انا ممكن اسيب شغلي واروح يعني، ومش مش ما بفكرش ان انا حتى هاخد اجر مادي، زي ما النهار بيقول لي انت تيجي تجيب ضيف شرف على مسرح جرش. انا سكت كده دقيقه من انبساطي ان انا هغني على مسرح جرش. طيب انبساطك ده يعني، اصل هما طيبين زمايلي طيبين، انا شريره شويه. فانبساطك ده عايزين نسمع حاجه قبل ما ياسمين تسالك كده، عشان تبقى ايه اقول لكم حاجه من اللي احنا عملناها مع طارق. يا ريت. وكنت فين يا وعد يا مقدر، كنت فين يا وعد، دي خزانة وبابها مسكر. كنت فينا معاي جرح وانا طبيب جوا القلب، ولا سايب معاي جرح وانا طبيب جوا القلب
ولا سيعور ذا الجرح بطران ذا الجرح بطران ذا الجرح بطران خلف نار لا ساعة خلف نار للساعة. الله الله. يعني إذا كان في جرح بعد هالصوت الجميل فهو طاب أكيد. نشكرك. يعطيك العافية. واسمح لي أنتقل لميس. ميس يعني من قرية السويداء من جنوب سوريا إلى مسارح عربية وعالمية. مسيرة تستحق الاهتمام، تستحق أن نسلط الضوء عليها ونسمع كيف بدأت هذه المسيرة. أنا من مدينة السويداء مزبوط، قرية المجامر بمحافظة السويداء، وبعد دراستي الثانوية أنا درست المعهد العالي للموسيقى بدمشق، اختصيت بالغناء الشرقي، وبعد التخرج بديت بلش يعني بمسيرتي الخاصة. عملنا فرقة أنا وزوجي اللي هو رئيس الفرقة رشيد هلال، كان معنا عزف كمان جماعة بحفل اليوم. ومن بفرقتنا هي قعدنا نعمل مشروعنا الخاص اللي بيصب على كمان نحن مهتمين جدا بالتراث، في تقاطع بيننا وبين طارق، فبنشتغل أغاني تراثية من منطقتنا أو مناطق أخرى بسوريا كمان، وبنشتغل أغنياتنا الخاصة. نعم. وشوي شوي يمكن العالم الحمد لله حبتنا، شوي شوي يمكن قدرنا نثبت شيء جميل. ف انا بدي اقول لك العالم حبتكم وسجلتوا بجزء فيك القرب بالثقافه ما بين القريه او والمحافظه اللي ميس فيها وما بين فلسطين، فعلشان هيك غنيها وصلت سريع، وهي عملت لنفسها يعني قاعدة جماهيرية عالية جدا بفلسطين. مزبوط. علشان هيك شاف كيف مش رح تكون أشر مني وزي ما طلبت أغنية من إبراهيم، أكيد بدنا نسمع منك أغنية. وأنا حابة صراحة بتذكر الأغنية اللي ألفتيها لما توفى جدك. بتعاتب خيالك في ظل صورة وما حدا قبالك، بتعاتب خيالك في ظل صورة وما حدا قبالك، بترجعن من غيبتن وبتطلعن عبالك، هن اللي كانوا يفرحوا بس يلمحوا خيالك وبتعاتب خيالك، مرمي بزوايا البيت ورد وحبق يابس وغصن العريشي على الحيطان فيها الورق عابس، ودراج بيتك يلي كان زينها دعسات الجيران وضحكات طفلي صغيرة، بتنطوط قبالك وبتلاعب خيالك. الله 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 الله, 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 الله على هذا الإحساس. يعني إحساس والقصة قصة حقيقية، يعني قصة يعني جميل. يعني أي واحد فاقد شخص عزيز راح يحس بهذه الكلمات التي صحيح مثل ما نقول دائما ما يخرج من القلب يصل إلى القلب. يسلم صوتك. الله يخليك. شكرا. وأن نتحدث عن هذه النجومية وهذا الصوت حقيقة اللي مملوء بالحزن والشجن، صوت قادم من صعيد مصر، تربت الذائقة الفنية وتحديدا على صوت الشيخ طه الفشني. كانت هذه التجربة وهذه البداية، تحدثنا عن هذه الأشياء والبيئة وتأثيراتها. هي البيئة أن أنا تربت يعني، وجدي أبو والدتي كان شيخ، كان شيخ، كان مقرئ، وكان بيحبني جدا واخدني من بيت أبويا، لأن بيت أبويا كانوا هم يعني هم أغنياء، بيت أبويا وفلوس عايشين براحتهم يعني، يمكن ما كانش فيه بيصلوا يعني بقطعوا، عارف انت كده. فجدي كان بيخاف عليا جدا فخدني عنده، فجدي ده الشيخ احمد ده
كان يعتبر عمه الشيخ طه او الشيخ طه قريب يعني يعتبر عمه يعني هنقول كده. فهو كان بيحب الشيخ طه وصوره كبيره للشيخ طه في البيت، فانا حبيت جدا الشيخ طه وانا صغير بقى اهو طالع شايف الشيخ طه الفاشني، وده حاجه كبيره جدا طبعا. ابتدينا ان احنا ان انا احفظ ادواره، وابتدى ان جدي عايز يخليني اخش الازهر وكده، وانا عايز اخش العب مزيكا يعني. انا كنت بعزف وبغني وهو مصر ان انا عايز البس العم. صدقني انا ندمت ان انا ما لبستش الهمة الازهر والله بكلم بجد، ودايما بقول خساره ان انا ما عملتش كده. بس بقى سبت البلد يمكن شبه هربت منهم يعني بعد كده يعني، وسافرت على مصر عشان خاطر اغني. فلما وصلت مصر لقيت الوسط انك انت تغني صعب صعب قوي، فنجحت ان انا اكون بلعب ايقاع بشكل جديد ومختلف وبتاع، وفضلت موجود بقى وكل الوسط اصحابي كل النجوم اصحابي وعارفين ان انا بغني وبنغني مع بعض، بس احنا انا بعزف. بسافر بره مصر، اشتغلت مع الاوركسترا الملكي النرويجي، اشتغلت مع اوركسترا برلين، عملت كل ده. خد بالك انا كل ما بشتغل مع الاوركسترا يعني فاهم، لان صوتي يعني هو كانه الاوبرالي بس الشرقي نفس الفكره ونفس الموضوع. فهم لما شافوا الحكايه دي ابتدوا ان هم يحطوني في حتت معينه، اروح قايم اي المقاسيب الاله بتاعتي واروح قايم اي الموال بشكل معين 14 16 مزوره او 8 موازير او ايا كان، وبقفل وبقعد وباخد سكسي كبير جدا جدا. وابتدت حياتي ابتدي كده بقى كعازف ومغني، بس انا بشتغل بره اوروبا. نعم. لحد ما عملت حادثه كده، يمكن الاستاذ شافكي عارفه الموضوع طبعا. ده طبعا. فابتديت ان الالات الايقاعيه اللي انا كنت بعزفها عايزه جهد وعايزه قوه بدنيه، بروح الجيم وبعمل كده وبتاع، وبقى الخبطه كانت شديده شويه عليا، ما اقدرش اعمل نفس الجهد اللي انا كنت بعمله على الالات اللي انا بلعبها كلها. فقلت مددك يا رب، فمدد ربنا كان كلمني الاستاذ تامر كروان حبيبي واخويا، عملنا بقى مع بعض واحد الغروب، وهو ما كلمني قال لي احنا هنعمل ورشه عشان صوتك 30 يوم في مصر الناس هتسمعه. قلت له طب الحمد لله انك انت بتكلمني ان انا اغني مش بتكلمني ان انا اعزف. قال لي لا هتغني طبعا. قال لي ليه بتسال بتقول كده؟ قلت له انا عملت حادثه وما كانش يعرف يعني. فرحت له فعلا، كنت ماشي بعكازين، قعدت فتره طويله بمشي بعكازين يعني. فرحت له وقعدنا فعلا ورشه حوالي شهر بنعمل لحد ما طلعت سفر حبيبي وداخل لي يودع. ما كنتش متخيل خالص ان هي هتكسر الدنيا كده وصدق النجاح الكبير ولا صحيح. ولا كان في دماغي صحيح. تعالى طيب لحد هنا بقى، ما انا هكمل معاك. خليني اقول ان واحة الغروب هي روايه بديعه جدا، روايه كتبها كاتب الكبير بهاء طاهر وكتبها في سيوه. سيوه احدى يعني برضو مكان اثري، مكان جميل، مكان في طبيعه طبعا. في ابار طبيعيه، في حضاره، في تاريخ، في ناس يعني لهم خصوصياتهم. وكان التفكير انه يتعمل مسلسل مظبوط. ومن هنا احنا بقى كجمهور اتفاجئنا بالعمل، عمل صعب جدا جدا، روايه صعبه وتنفيذها صعب والعمل صعب، وبعدين طلع بقى صوت الحمد لله يعني وائل فشني كده في رمضان ما شاء الله 30 حلقه. انا فاكره كويس قوي يا وائل بدون مجامله ان الناس كانت بتنتظر تسمع التتر، مع انه رمضان بيشيلوا التتر دايما من كتر ما فالناس كانت تسمع ويقول مين ده يعني، كان دايما السؤال يعني. حصل فعلا. فخليني برضو ابقى طيبه بقى المره دي واسمع زمايلي الاعزاء واحة الغروب. طيب. ويمكن ميس ما اعرفش اذا كانت سمعتها ولا لا. هي سمعتها. طيب. سافر حبيبي وداخل لي يودعني، بكى وبل المحارم وانا قلت ايه يعني، بكى وبل المحارم وانا قلت ايه يعني، والله فراق الحبايب مر وجاني، والله فراق الحبايب مر وجاني. انا قلت ده فراق ولا ده لعياني، والله ما ناداري بالفرقة وما فيها من كتر الأفكار والأيام، أنا خاش
ونويت أهاجر وأنصب في الجبل الخاشي وديني ماشي يا ولدي بقول يا حيت داريني صافر حبيبي وداخلي يودعني بكى وبال المحارم وانا قلت ايه يعني بكى وبال المحارم وانا قلت ايه يعني والله فراق الحبايب مر وجاني والله فراق الحبايب مر وجاني والله وجعتنا اخي والله وجعتنا الله 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 يعطيك يعني الصحة دائما ونضل نسمع هالصوت. أنا آسف إنك خلصت، أنا بدي أحكي لك أنا آسفين إنه خليناك يعني توقف، ولكن صوت رائع فعلا. اسمح لي أنتقل لميس. ميس، يعني إحنا نتحدث دائما عن الفولكلور والرسالة اللي بيحملها أيضا الغناء مهمة جدا، أن يكون هذا المغني وصاحب صوت صاحب رسالة أيضا، عم بوصل صوته مع إحساس مع فولكلور أيضا يعكس تاريخه ويعكس تاريخ أيضا البلد اللي هو فيها. اختيارك للفولكلور هل جاء صدفة أم هو يعني مخطط له منذ الطفولة؟ هو مش صدفة، بس أنا بالأساس ربياني على الفولكلور. يعني نحن لما كنا صغار أنا ما بتذكر إنه كان مثلاً في بيتنا تلفزيون وراديو، هيك كان ظرف العائلة. فأنا دائماً ما أسمع، ما بعرف شو الفن المصري ولا اللبناني، أنا ما أسمع غير الفولكلور اللي هو بيتغنى بالضيعة عنا بالقرية، اللي هو بيتغنى بالأيام الحصيدي مثلاً. وكنت أسمع فيروز من أمي، فأنا بعرف فيروز من أمي، بعدين على كبر أنا سمعت فيروز. فأنا الفولكلور متعشق فيه، يعني بحس إنه هو شخصيتي يعني تماما. بعدين لما درست وكبرت وصرت حس بمسؤولية تجاهه، يعني أنا عم حس إنه الجيل الحديث رسالة، حسيتي عندك رسالة عن جد، تحسي الجيل الحديث رايح ل عم يتقدم له، ما بدي أنا أظلم على طول الجيل، بس عم يتقدم له دائما أغاني جديدة حديثة ناسي قيمة هذا الموروث، مش بس بالفن، حتى باللبس التراثي تبعنا، بالعادات التراثية تبعنا. فهذا كله شيء كثير مهم. فأنا بحس كشخص ناضج ودارس الموسيقى وفاهم، بحس أنه في مسؤولية تجاه هذا الموروث. فلهيك نحن مركز عليه أنا ورشيد زوجي بمشروعنا. فنحن دائما عندنا خطين، خط أغنياتنا الخاصة وخط الغلاب. يعني الكل طلب، أنا بدي أطلب كمان. كل شرير أنت طيب. هيك أنا الوحيد الطيب. ما يطلب. بدنا نسمع أغنية بتعكس فولكلور. معناها بغني لك فولكلور أكيد. يب. محبوب قلبك بالهوى سميتني ومن بعد ما سميتني سميتني عليتني عجوانحك فوق السما ومن بعد ما عليتني 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 عجوانحك فوق السما وصرت تحاكيني بالإشارة وبالوما جريتني من الظلم بميل الهنا ومن كثر ما جريتني جريتني محبوب قلبك بالهوى سميتني ومن بعد ما سميتني سميتني عليتني عجوانحك فوق السما ومن بعد ما عليتني عليتني الله 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 يا سلام صدقني انا زعلت منه قوي يعني
مشاهدينا مكملين معكم وحلقتنا من بيت للكل من مهرجان جرش وضيوفنا المميزين اللي نقلونا لحالة مميزة من الثقافة والعطاقة والجمال بأصواتهم ميس ووائل. يعني سؤالي لكم بجوز بشكل عام، اليوم لما نسمع هاي الأصوات الأصيلة محملة يعني بطرب أصيل يعني متخبى ومتجدد وعم نسمعها ونستمتع وكمان يعني عم تفتح هيك آفاق على التاريخ وعلى الأصالة وعلى الثقافة مع مقارنة بالموجود حاليا، يعني الجيل اليوم متجه للراب وللتراب والمهرجانات والموسيقى يعني المتنوعة والإيقاع السريع، قديش بتشوف يعني هاي المقارنة ممكن تكون موجودة؟ فيش مقارنة، هو نوع جديد طلع انا مبسوط بيه، فيش اي مشاكل، لكن هو مفيش مقارنه، مفيش فن اصلا يعني مش هو ده الفن يعني، قاعدين بنقول تراث بالظبط وبنموت في التراث وبندور على التراث ونقول تراب وراب وبتاع، دي حاجه تانيه خالص، دي حاجه كويسه وناجحه وانا بحبها، انا بحب ويجز جدا بحبه، حسن شاكوش لطيف هو بيحبني وبيحب اغانيه بس بيطلع يغنيها ما بيقولش ان دي اغاني وقال الفاشني ولا زعلان منه. بتقيم هذا المشهد اليوم؟ بقيمه ان بقى فيه استهتار زاد عن اللزوم بس طبعا الحمد لله رب العالمين، احنا في مصر معالي وزاره الثقافه الحمد لله بتعمل مهرجانات مليانه مصر، فنانين بجد اللي ليهم حق ان هم يغنوا، انا بشكر معالي وزاره الثقافه ان هي بتعمل كل اللي هي بتعمله ده، يعني هي بجد جبهه قويه بنحارب، يعني كل انسان فنان هو ليه يعني بيحب مصر وبيحب الفن في مصر فهو واقف على ارض ثابته مع معالي الوزيره وبقول لك بتعمل حاجات فوق الخيال. في صخب ميس كمان، يعني احنا هاي حاله الهدوء اللي هلا عشناها باصواتكم يعني بجوز الجيل الجديد مش عايشها مع هذا النوع من الموسيقى، كيف تقيمي برضه المشهد؟ هلا دائما بقول لابد غنى من وجود كل الانواع، بس ضروري ما يندعم النوع اللي انت عم تحكي عنه على حساب النوع الاصيل بالزبط الجميل بالزبط الراقي بالزبط ومش بالزبط ضروري ان احنا يعني نضل عم نغني قديم او تراث، حتى الاغنيه الجديده فيكي تعمليها تكون حامله ايقاع راقص وبنفس الوقت قيمه فنيه كبيره. طب ما الاستاذ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب طبعًا كان يعمل مقطوعات موسيقيه لحتى ترقص عليها اجمل راقصه بمصر تمام. في نقطه بس عايز اقولها، قادره تعملي شيء فيه هذا الحس الرنبن الفن الراقي الراقي بالظبط تماما بالظبط. النوع الثاني ده انا ما بعتبروش ان هو فن، هو نوع لكن هو مش فن، مش فن اكتر، لا هو مش فن لا هو مش موسيقى وله ناسه، هو نوع وله ناسه. انا بقول لك انا بحب ويجز وبحبهم وممكن في الفرح نقعد نتنطط بس خلاص نوع، لكن ما ينفعش ان انا اخلي النوع ده هو نمره واحد، ما ينفعش هذا اللي بحكي عنه مش هو نمره واحد يكون بالمجتمعات. نتحدث اليوم عن زمن الترند، ماكو بالسابق زمن الترندات عند النجوم الكبار، اليوم اصبح معيار ومقياس النجاح شقد عدد المشاهدات بالزبط والمتابعات، وهذا هو واحد بيغني الخاطر. البطه بقى نجم شيماء بقى نجم علشان ايه؟ هي عملت فيو كبير، فاحنا فعلى في وقت كده بصراحه في عصر جنان. اذا السؤال مقياس صخب وجنان يعني السؤال يقول مقياس النجاح بالنسبه لحضراتكم شنو؟ معيار النجاح بالنسبه لكم مجساتكم كيف يمكن ان تقيموا النجاح بالنسبه لما تقدموه من فن؟ احنا والله ما بقيناش عارفين بكلمك بجد، انا سؤال صريح قوي طبعا، وهي سالت سؤال مهم وانا ما بسال السؤال ده بتعفرط بتجنن يعني لسبب، لاني انا احنا ما عرضناش اني مبدئيا ما فيش حاجه اسمها مهرجانات، كلمه مهرجانات دي فيستيفال، يعني ايه مهرجان؟ يعني موسيقى المهرجانات؟ يعني ايه موسيقى المهرجانات؟ انا يعني مش فاهم حاجه، هتجنن انا من الحكايه دي طبعا، ولما بتكلم في الموضوع ده يعني وصلوني لمرحله ان انا مجنون، انا بقول كده انا مجنون يعني فاهم. فمفيش حاجه اسمها موسيقى مهرجانات، هي مش موسيقى اصلا، يعني دي مش موسيقى، ده مش موسيقى، دي مش احنا العرب اللي بنقول المزيكا دي خالص، مش احنا، احنا سوريا واللي غنيته دي التراث بتاعها، احنا مصر اللي مفيش زيها في العالم. انت عارف انا سعيده بالفنان الحقيقي دايما بيبقى محموق على الفن الحقيقي طبعا، وده من حقك ومن حقك تقول كل رايك، وانا سعيده بس انا عايزه اقول لك هغششك شويه برضو ابن بلدي، يا ريت يعني سالك احمد سؤال، قال لك انت الترند بالنسبه لك ايه؟ انت وجودك في مهرجان جرش ترند اصلا، ترند اصلا فيعني وجودكم انتوا الاثنين في حفل الافتتاح غششتيني يا استاذ، عملت شفت ازاي عملت انا غششتك بس ليا طلب غني
لا انا بس عشان نقفل الموضوع، الجمهور اللي كان موجود النهارده ما هم من الشباب ومن طبعا. الكبار من كل الفئات سمعوا وقعدوا وسلطنوا معاكم، فما نقدرش على رايك العالم العربي كبير ما ينفعش ان احنا نحصره في فئه اي كانت وهيفضل الغنى الحلو حلو. اسمحوا لي اسال سؤال، يعني من خلال دراستكم بمعاهد موسيقى عالمية لابد بأنه فرقت معكم، يعني بعد ما درستوا الموسيقى وفهمتوها أكثر قد يعني ما شعرتي بأنه دراستك للموسيقى نقلتك هذه النقلة النوعية بفهمك للموسيقى أيضا؟ تماما، أنا لما كنت ناوي احترف الموسيقى ما كان من باب أنه أنا بدي صير مطربة، كان مستهويني هذا العالم، شو يعني موسيقى، ليش هيك بس تسمعي الموسيقى بتحسي هذا الشعور، ليش ممكن تبكي وترتاحي، ليش ممكن تستمتعي وتقومي ترقصي، شو يعني موسيقى يعني. فمن هون انا اجت دراستي للموسيقى، وهي بالفعل انا فتره الخمس سنوات اللي درست فيهم الموسيقى انا بقول هي مفصل بحياتي، لانه كانت من الصوت البور اللي بس عم بيغني مش عارف شو يعني بفطرته عم بيغني للشخص اللي صار عارف شو عم يعمل. وبنفس الوقت حسيت أنا أنه الدراسة الأكاديمية ما أخذتني كمان على المطرح الأكاديمي اللي بعيد عن الغناء الفطري الجميل يعني، فحاولت حافظ على هذا الاشتراك ما بين الغناء الفطري وما بين الغناء الأكاديمي، فمن هون صرت افهم اكثر يمكن. اكيد خبايا بالنسبه لك يعني استاذ وائل. والله انا مذاكرتي السمع يعني هي بتكلم صح جدا جدا، كلام مظبوط تماما. طبعا انت بتثقي او بتثقي الموهبه بالتعليم، ده حاجه مهمه جدا. بس انا عايز اقول لك على معلومه قالها الاستاذ محمد عبد الوهاب. نعم. وهو بيسمع الشيخ محمد رفعت ما كانش يعرف مقامات، فموهبه بالفطر. غير الشيخ طه الفاشني كان عفريت، كان يعرف مقامات وعزف عود، كان عفريت بجد، كان الشيخ مصطفى اسماعيل. لما كان بيعمل تحويله الشيخ محمد رفعت فطري، فهو بيقرا فبيسمعه الاستاذ محمد عبد الوهاب، فعارف ان الطبيعي جدا الدراسه بتقول انه هو في المقام ده هيحول دلوقتي على مثلا بياتي او على صبا، او الطبيعي الدراسه بتقول كده، فيلاقيه حول على حاجه تانية خالص، كسر، فيفاجئ كسر القاعده، فيفاجئ الدكتور محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه بحاجة جديدة قصر فيها القاعدة، فكان بيقعد يسمع منه عشان يتعلم كل ما هو جديد. فالتعليم حلو لكن هيأيدك في الفن، في المطرب أو اللي بيقول الموهبة، لأن هي تأيد. لا يعني خلينا نتفق، موهبة وتعليم لازم هو شغف بس حلوية. بس أحيانا الموهبة مع السمع كويس تغني عن التعليم في الغنى. انا كلام انا بقوله عن شخص نفسي يعني. التعليم يكون خلال يعني جهه تعليميه رسميه مدرسي، او هو التعليم انك كمان تقعد مع شيخ وتتعلم منه، تقعد مع استاذ موسيقى وتتعلم منه، تعرف المقامات والانغام وكل هذا طبيعي. انت هتعرف المقامات، لكن انا لما هاجي ادرس المقامات، انا زي ما اقول، انا قلت لك اللي قاله استاذ محمد عبد الوهاب، انا مش متوقع الشيخ محمد رفعت هينقل على ايه دلوقتي. صح، انتقال من مقام يعني هي هو دائما بيكسر القاعده. قصدها انه احيانا الموهبه تخلق من خلال الدراسه النضج، نضج الموسيقى. وكمان القصد بتاع وائل انه الفكره احيانا بلا قواعد تكون، أيوة. انك تكمل الطريق، يعني ما يكون حدود التعليم، ما فيش حدود، هي هو الفضاء الاخير. بالضبط. فعلى العكس انتوا تنين يعني عم تحكوا نفس وجهه النظر، متكامل نوعا ما. احنا يعني نورتونا. الله يخليك. الله يخليك الحمد بالفعل لله. احنا مستمتعين يعني بجد كتير. سهرنا معاكم سهره في جرش مختلفه جدا. الله يخليك يا استاذ شفت، مبسوط جدا ان انا شفت حضرتك في السفريه دي، وانبسطت جدا ان انا اتقابلت معاكي. يعني اول ما جيتي حضرتك انا اتقابلت معاكي في الاوتيل، وقلتيني ان احنا هنعمل ان شاء الله بعد أكيد الحفله اكيد وتتبشرت بيكي يعني. الحمد لله. والله الحمد لله. طبعا شافكي هي يعني اي حد لازم يستبشر فيها، حبيبتنا دايما مع بعض في المهرجانات. حبيبتنا ورائعتنا. كل الشكر لكم، كل الشكر لهي السهره الممتعه، وهي السهره اللي اخذتنا لعوالم بتشبه مهرجان جرش، وبتشبه المكان المميز، وبتشبه الحضارات من سوريا ومن مصر الغالية، وكمان بتعكس روحنا العربية من العراق ومن فلسطين. كل الشكر لكم ميس ووائل، شرفتونا. الله يخليك. وأنتم أيضا مشاهدينا الكرام، وصلنا لمسك ختام حلقتنا اليوم من هذه الأصوات الجميلة. دائما نلتقي وياكم على حب الأوطان، في أمان الله.